لله ما أعطى ولله ما أخذ، وما نقول إلا ما يرضي الله. أخينا هذا كان على خلق عظيم، والله سبحانه وتعالى من وصف الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصفه إلا وإنك لعلى خلق عظيم. وإن نحن لنشهد لهذا لصديقنا وعزيزنا العميد خوجي هشام الذي افتقدناه، نزع علينا هذا الخبر كالصاعقة، ولكن لا نكون جاحدين لله، لله ما أعطى ولله ما أخذ. نتمنى الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويغفر لجميع أمواتنا المسلمين. اللهم تقبلوا عند شهدائك. وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. وأعتذر ما كان من التوفيق فمن الله، وما كان من الخطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خويا الله يرحمه خونا هشام زميل ديالنا، اخلاق طيبه الله يرحمه. واش غنقول لك، هاد الناس اللي كتشوف راه هو الجواب، هو الجواب على هاد الشخص هذا. وبشر الصابرين ان اصابت مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. اليوم بنفسك عشت واحد الفتره اولى واحد اليوم ديال الحداد نتيجة الوفاة ديال العميد ديال الشرطة ديال الدائرة الأمنية 22، واللي كان اللي يمثل واحد الخسارة كبيرة للأسرة ديال الأمن، لا على الصعيد يعني الوطني، لا على الصعيد الدار البيضاء يعني المحلي، أو لا الصعيد يعني ديال بنمسيك. خوجي هشام فهو واحد السيد من خيرة الناس، من خيرة الناس. احنا ما كنقولوش ما كنهضروش عليه كعميد، ولكن كإنسان. بعدا كإنسان فهو واحد الإنسان خلوق، وإنسان اللي يعني خدوم، وكيحل ماشي نقولوا الوقت اللي خطر اللي هو ديال كوفيد في 20 مارس، من 20 مارس والفوق. فملي بدات كوفيد هو يعني في القائمة، ولا حنا كما كنقولوا ماشي جنود الخطأ، ولكن في الجنود الأوائل في الطليعة ديال الناس اللي كانوا متعرضين في أي وقت للكوفيد. وفعلا مرض بكوفيد ودار الحجر ديالو 14 يوم وعاود رجع للعمل ديالو، وكان شيئا لم يقع. لا الوفاة ديالو ما كانش سميتها بكوفيد، كما كيقولوا احنا باقي ما متاكدينش بزاف، كيقولوا على اساس انه كان كيستحم وقيله وشم الغاز، ولكن باقي الشرطه ما عطاوناش يعني 100% عطيونا الخبر يقين باش ندوزوه للناس. ف كنعاود نقول بان اليوم كان يوم حداد، والدليل هو ان ذاك المنظر الرهيب اللي حضرنا ليه احنا امام المنطقه الحضريه الرابعه، واللي شفنا الاخوان ديالو كيفاش كيبكي وكيفاش يودعوا الجثمان ديالو. يلا تحيه.